كتاب الصلاة وحين صوم مرة كتاب الطهارة أي إن كسر بحني وحين بلابا إن شاء الله تعالى كتاب كلباد وككوبين هي عمدة الأحكام كتاب كلباد وحوي وكتاب الصلاة والصلاة كتاب كيدي صلاة دنا وركن أركان الإسلام ككمدة أو حكمتا من الأركان الخمسة أركان الشنطة أبي كمت وأنا ترك اللباد تيرك كواد والشهادتين كتيرك اللبادنا والصلاة صلاة أدي أدبي وينتهي شان بيدنا عظيم ويهي وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وحي حقوق ذا إلهي وحضون كاللغ حسابه وحاوقه الرئي الصلاة أي أوقه الرئيس هذا صلاة هقاقته عمل كيسوا وده هقاقية هذا صلاة هقاقي ويدنا عمل كيسوا ما هقاقيه وخربيه الصلاة أدي أدبي مهمة الصلاة في اللغة سيد الجمهور كعلماء قبان والدعاء وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم سيد الجمهور أهل علم أي قبان وصل عليهم وحلوت شيء أي ودعوا لهم إن صلاتك سكن لهم أي إن دعاءك سكن لهم بعض أهل العلم وحي إلى هذه الصلاة اللغة وحي إلى هذا ولا قصة قاطي خير الحلبة فرضها مركل البرتنسين يفرس كلابات با وحل الى ذا المصلي ككواد وحل المجلي كلاباتنا وحل المصلي بالصاد طبن با مقعي له الا السكيت لغا غارايو طبن اسم بكلليهن طبن كفردوده او غديريا فرس كان نمبر كلابات قاطه ايا وحل مصلي محمد مصلي لو يري صلوان كان لغا كينو صلوان كو هلكا مسكه فرس كهر مركو ديريه كلباد وخا لغا يابا انو مدخيسو لا سيميه هلكا مسكه لا سيميه على كل حال بعض با سدا يري لكن سدا صحيحه الجمهور كعلمادنا كو تغين والصلاه اني تهي في اللغه الدعاء شرعا صلاه دا وخا لا يراها عباده ذات اقوال وافعال مخصوصه مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم وعباد الصاحب اراهي يفعل له او لغو بلوض الله اكبر او لغو ختمه سلام النقص لغو ختمه تصوح اللي له ذا يعني الصلاه لي مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم مع النيه نيه انا ايها الناس صلاه هو واجب وانا ركن قال لبعض اركان الاسلام كم بدا سين هره وشيقنا وجوب كذا وحو كسغناده بالكتاب والسنه والاجماع كتاب القران هو واجبيه الصلاه أقيم الصلاة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما واجب خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة وعكل النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إجماع قطعي أو مسلمين تورنم كو إجماع سنتهي أو يقين أهنا وكسوي باب المواقيت عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار بخاري مسلم حيك السوري أبي عمرو الشيباني ومقعيس لورنشري سعد بن إياس لورنشري قال إنه يلي حدثني صاحب هذه الدار وحي والرمي قرقا كي الصاحب كأها أي والرمي وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود هناك عنتي سكت المامي دارتي عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود بن غافل الهذري ومن السابقين وانا من علماء الصحابه علماء الصحابه ذا اي كمدها نبينا صلى الله عليه وسلم قراءتي سقرانك واخريو يا قونت قرانك ويقان ادبو امانه من اراد ان يقرا القران غضا فليقرا بقراءة ابن أم عبد أما فعليه قراءة ابن أم عبد يعني قراءة ابن أم عبد يعني عبد الله المسعود ها أخر يوم عبد الله المسعود سو كممدها من العباد له صحابة وحكمد الصحابة اللي لها عباد له اللي له عبد الله يوه أليس من العباد له ها ها كممدها سو كمقعيس عبد الله اللي له صانو كممدها واقرت وصلى الله شيخي ويا العباد الى لو متشيدو عيد كستو صحابه كمدو مقعيس عبد الله الى يلا عباد الى لو متشيدو ويا صحابه عدد فربضن بمقعود اللي ورن شري عبد الله علماء قاركود وحي لو بقول او صحابي ان كبضن بمقعود اللي ورن شري عبد الله
لكن عد خاصة استلاحها لو استعمالي عدة سنة وأفر صحابي ومقعود وذا عبد الله الأورنجري أفر تاسي وحي أهاين عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عباس يا عبد الله بن الزبير يا عبد الله بن عمرو بن العاص أفر تاسي حبيبي عبد الله بن مسعود هرو إساق وردن طيب والسند لبي صدن كهجر قمركو أها أما صدح يصدن كي أما اللبي صدن كي أيو ردن طيب قردن كريوا كدأ يا رايد تدكي بادئ علمي قودي أباها ضي مددن بيسين نورايين سيدي مركا الله لها عبد الله با سيدا إيلا وعبد الله كلا سيدا إيلا أي مركا يدن بي وحبا طيب فتوضو دا مركا لصور نقلين يئن ليلا عبد الله يدي با سيدا إيلا حان اللوتشي دا أفرتا عبد الله با اللوتشي دا عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس محؤيري أو رواي عن أبي عمرو سعد بن إياس الشيباني محسن أو رواي الجملة معترضة أو قد غيو أيري واسمه سعد بن إياس راويق مركا الشيخ سوح كوريني قدر كأو الشيخي الراويق أو الشيخي كبضن إنو الشيخا أو إساقي أنس بي وحن غنسا غلط لأنه يقول عليه ما لم يقل هدو سيدا السمايه وحكو الشيخي كأرن يا وحن أرن إنو عدينا ودونيا هدين لكن إساقو آن راويقي أبي عمر كوريي آنو أرنين سعد بن إياس آنو أرن وإساقو مركا قدروا راويقا سيورينيا وحن غنسا أرن غلطا سيان تاسي أدعين وحن الشيخي سؤران آنو أغا الشيخين أيان لغا السوعية هذا الكي شيخي سيوك للسوعية هذا الكي ويساقو لها للتوضيح بانو أكينا مركا واسمه سعد بن إياس يعني للتوضيح بان لو قدر وإلا لفظه الشيخي سكم مقل النقن ماي أما الرواد سوورين سهو قدر تكهو الرئيس الشيخ أما الشيخ اللفتي سبهو قدر الشيخ صاحب العمدة حنا يبضن تي صاحب عمدة إنه كدر يؤسه توضيحنا وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مسعود يلوحا ويدي النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل عمل لذا كيبا حق إلهي اللو قتشعي البدن يهي أو إلهي قتشعي ليه عمل كي أي إلهي قتشعي ليه عز إلهي إساق غارب وقعان سرية وجل إساق وين ومدحي أدابت في عمبي كمتها يمرك الله الله الشيخ إن وحوي رياد مدحي إجلال كالشيخ أي إن لا عبره أما تعالى أما عز وجل أما سبحانه يا رياض الله متك قال الصلاة على وقتها وحول عمل لذا كو حق إلهي اللو قتش عليها وحوي وصلاة وقتها دي لتو كدو وقتها دا قصوا على ذا وحلقة قادنا يبيع علماء دا قاركو دي لهدين إن وقت أوجه الرئيس إن لتكذا إن أفضل ولبسيطها وفي قصر أما قيبت كرة وقتها إن لقت كذا إن ولب في عنها قلت ثم أي أنت هذا بدوحة يرم حك السيحجة قال بر الوالدين لبد والدين لا صم فرا قلت ثم أي وحنكور يرم حك السيحجة قال الجهاد في سبيل الله جهادك إلى حيودذي الس لو جهاد قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري سدى وحيقه ورمي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني هدان كزيادة طلب لها أوران لها إسي كردي لزادني وإكرد لها حديث كان وحلقة قادنا يا عمال الله إلهي قدش علي هاي وحكم إذا صلاة وقت قد لتكده عمل كو إلهي قدش علي كبداي هاي والتوحيد كان سأساوي ذا أدل الله الصور ورطي عمل كبا وخير بدني عمل كبا إلهي أكتيس اللو قتش علي هاي مرك إيمانك أما توحيدك لقي ما أدو وحين قنيان أشياء ذكا من خير الأعمال إلا قتل الماما يأمن من أحب الأعمال إلى الله وإلا صلاة وقت قد اللي تكذا تشعيلك إلهي تشعلي هاي وحو قسي تشعيل بدن هاي توحيدك رواية كروا حقصة روتي الصلاة في أول وقتها لكن رواية ذا حقصة صحيحة كمتها الله رواية داس نونوبة أنا كجرت صلاة دي والهر مريو سمفلك اللي بدأ والد اللو سمفل يي صلاة دا لقا قدمو لقا هر مري وهي صلاة دو حق الله لبدأ والد إن لو سمفلانا وحق الوالدين وحق الله مقدم على حق الوالدين حق إلهينا وكهر ريا ولقهر مرينا يا حق لبدأ والد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا مرك حق إلهي الله الشيغة أي حق لبدا والدنا الله الشيغة أن اشكر لي ولوالديك صمفلك لبدا والد الله صمفل أيه وحلقات الماما أيه إن فعل إيه أراه سوى البلوغ صمفله إحسانك وحسوك لي إن وحوي لغو أطيع وحي أن معصي أهين ودن بأهين إن لا تبان تابيه إن أمر كود لقاته أن معصي أهين إن وحوي إحسان الله فله هذا حق أراه ذا هذا حق وجه فرنانتا هذا حق مركا أديق استوى أديق أيه وعاون أيه هذا يتهي الدنيا إنه أباهين وكرام إنه كتاقيره مدولبا محاكو السيحي قبولي وحاكو السيحي جهاد إلهي وددي سلو جهاد سمفلك اللي بدأ والد الله سمفل ييبا لهر مريي وجهاد في سبيل الله لهر مريي ويا جهادك أصالة وفرض كفاية أصلهان لبدا والد إن لو سمفلانا وفرض عين لا فرض كفاية والدادو حتى أبط فربضان هدى إليه إن عدك لو سمفليسا إن ولاد الروح ما هانيق محالا يقربا صوت اللو أديق إيا لو سمفليو يسيدو كوا أردالو أدنا كوا أردالي سيدو حقو قولي إيهو أدنا كوا قولي إيهي سمفلك أديق كسارنا كامي ردين إيه واجب كاقوا كساري إيهي إلا فرض عين ويان فرض كفاية ماهي فرض عين يا فرض كفاية نهضي تعارضان وحل هرمريا فرض عين كان لهرمريا فرض العين مقدم على فرض الكفاية عند التزاحم سيدا ساود إدبان النبي صلى الله عليه وسلم مركن أيمي أو كيري وحندون يا جهاد كإن راعه وأن شهاده وحن النبي وكيري صلى الله عليه وسلم أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد يجا كشهاد بان النبي يقول صلى الله عليه وسلم يجا كشهاد وحلو غشهاد فضل يأشر شهاد يجا كرادي الله قامت الماما يجا كبلو يا فضل يأشر كشهاد كا يجا كرادي أو صمفلك يا إحسانك يا وناك يا وش فرنانتا يا كلمة وناكسن يا أفي أدي المد والبا إن الوناك قصة ما يسوه تا فضل يجا كرادي علماء وحي إلى هذين هدو جهادك تعينه فرض عين نقضه حالك وحي نقضنا إسال الله فرض عين بأس عارضي حالك الله ما أرنا إلا بذي والدك إذن قاد الله أرنا لكن هدو فرض كفاية يهوسد أسلك كويهي ويهي جهادك إلا أصلها وفرض كفاية حالتها قارب تعينه سي عارضي سي سودر دي حالاتك وفرض كفاية ذيهي وحال أرنا يكا إذن قاد الله بذي والد إن جهادك أبحضه هذا كو إدمان وكو فسحان راع هديك لنا كهر لكن هذا تعينه فرض عين نغض الأرن ما أيه لبدا والد كإذن قاد الأرن ما أيه لبا فرض عين با إسعاردين مر هدي لبا فرض عين إسعاردين ومدن مصر حديث عامتهي مدن مصر حديث خاصتهي فرض عين كمصر حديث عامتهي والغهر مرين أيها فرض عين كمصر حديث أي خاصتهي عبد الله المسعود وحيرين سيدا سأل النبي قول إيشيغا صلى الله عليه وسلم وإيقا ورمائي مركا مان سيوي الدين ومؤرن محاكو السيحي هدان كالزيادة ضلب لها يسيوي الدين لها إسنا وإي كرين لها وإي سياد لها ولبا الرواية كالو حي الشيغا يساو مسلم صحيح أكو سوري فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه إساق من الدين إنان كالزيادة ضلبه تورسان أتريو أن إساق أتريو النبي موياني وحكلا مركا أقامتكين مركا صلاة وحيلة ذي وقت أيه لذا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.